بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين، لسيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا معكم أيها الإخوة المؤمنون في سورة الحديد إلى الآية رقم 17 18 19 20 وما بعدها. افتحوا رجاء اللي معه القرآن الكريم سورة الحديد الآية 17 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وصلوا على محمد وآل محمد. الآية رقم 17 تحمل معنى واسع، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الله يحيي الأرض بعد موتها بعدة صور، منها بالمطر، الأرض الميتة الله ينزل عليها المطر يحييها، كانت أرضا ساكنة هادئة ميتة، فلما نزل على الأرض تفتحت الأرض وأنبتت النبات، هذا موتها هذا حياتها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذا المعنى جاء مكرر بآيات عديدة في القرآن، هذا معنى. المعنى الآخر، الأرض دائما إذا كانت محكومة بواسطة الكفار، حاكم ظالم أو جماعات ظالمين كفرة مشركين، هاي الأرض تعتبر ميتة لأن أهلها ميتين والكافر ميت. وكثيرا ما الله سبحانه وتعالى يستعمل المكان لكن يقصد بهم سكان المكان، مثل إيش؟ مثل واسأل القرية التي كنا فيها، شيء يسألون من القرية يعني خشبها وحديدها، أو يسألون أهلها. واسأل القرية يعني شنو؟ اسأل أهل القرية. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض يعني سكان الأرض. سكان الأرض مثلا مكة المكرمة كان سكانها مشركين عبدة أصنام، الكعبة كانوا مخلين بها 360 صنم، كذلك المدينة، الجزيرة العربية، بلاد العراق، بلاد إيران، مشركين، أصنام، أصنام كفار، الله أحياها بالإسلام. فلما أحياها الله بالإسلام الأرض صارت بعدما موتها صارت حية، لأن أهلها صاروا مسلمين، الله نقلهم من الظلمات إلى النور، من الموت إلى الحياة. هذا أيضا معنى آخر. المعنى الآخر، معنى الثالث التي وردت في كثير من رواياتنا، روايات أهل البيت الخاصة، أن الله تعالى يحيي الأرض بظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه.
يعني الآن بسبب غيبة الإمام العالم مطفية ظلمات، إذا ظهر الإمام الأرض تمتلئ نورا ويحييها الله سبحانه وتعالى بظهور صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء. إذن هاي الآية تتحمل معاني كثيرة. زين، أكو معنى آخر المقصود بالأرض قلوب البشر، قلب البشر أرض. الله سبحانه وتعالى يقول إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. هاي الآية إلها ظاهر وإلها باطن. ظاهرها صببنا الماء يعني المطر، شققنا الأرض هي هاي الأرض اللي نعرفها، ولكن الإمام الباقر عليه السلام يفسر باطن الآية يقول إنا صببنا الماء يعني أنزلنا العلم. العلم ماء، كما أن حياة القلوب بالماء كذلك حياة القلوب، كما أن حياة الأبدان بالماء حياة القلوب بالعلم. ثم شققنا الأرض شقا يعني شرحنا صدور المؤمنين، ومن يريد الله أن يهديه يشرح يعني شنو؟ يفتح قلبه. فقلوب المؤمنين مثل الأرض الخصبة، الله يشرح قلوب المؤمنين ينزل العلم فيها. إنا صببنا الماء صبا وهو العلم والإيمان، ثم شققنا الأرض شقا يعني شرحنا صدور المؤمنين ونزل العلم. بعدما كانت الأرض ميتة، القلوب ميتة بالجهل بالضلالة، الله سبحانه وتعالى أحياها بالعلم. إذن هاي المعنى، هذه الآية معنى واسع، معنى واسع. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. المعنى الآخر، هاي كم معنى ذكرنا؟ 4 معاني. المعنى الخامس أنه لما يكون الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها، ما يقدر يحيينا بعد موتنا يوم القيامة؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ دليل على ثبوت المعاد يوم القيامة. إذن هاي طلعنا 5 معاني من هاي الآية، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذا بعد مثلا أنا على جهلي وعلى ضعفي وعلى قلة معلوماتي قدرنا نطلع 5 معاني. أما إذا فد واحد عالم الذي أنا ما أصير إصبع من أصابعه يقدر يطلع من هاي الآية ممكن 50 معنى، ممكن 50 معنى يطلع من آية واحدة. آيات القرآن آيات عجيبة عجيبة، لأن رسول الله يقول للقرآن ظهر وللظهر بطن ولبطن البطن بطن إلى 7 بطون وإلى 70 بطنا وإلى ما لا يحصى عجائبه. هاي من عجائب القرآن. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات. الآيات أيضا بها معاني. الآيات آيات القرآنية، هاي الآية اللي الآن قريناها الآية رقم 17 مو آية الله ما بينها، هاي واحدة. الآية اللي قبلها واللي بعدها القرآن 6000 وكسور آية بها الله بينها. والمعنى الآخر الآيات المعجزات، المعجزات والبراهين والدلائل كلها آيات تدل على رحمة الله وقدرة الله. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، حتى عقلكم يوصل إلى معاني القرآن. زين، الآية اللي بعدها آية رقم 18، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. هاي كلمة المصدقين بها شدتين، شد على الصاد شد على الدال، مصدقين. التبتوا؟ هاي بالأصل كانت متصدقين، بالأصل معناها
كان بها تاء لكن التاء اندمجت بالصاد فصارت إن المصدقين. وبعض القراءات قرأوها إن المصدقين. تقدر قراءتي أن تقرأها، هاي القراءة الموجودة الآن بأيدينا شدتي إن المصدقين، والقراءة الشاذة اللي ما معروفة وهي صحيحة إن المصدقين، يعني شدة واحدة الصاد ما عليها شدة. مصدق يعني اللي يصدق الله، يصدق الله بيش بالإيمان، يصدق رسول الله، يصدق القرآن، يصدق يعني التصديق ضد التكذيب. أكو ناس يكذبون، ها أنت ما تكذب وإنما تصدق، يعني تقول إلهي كلامك صدق. لكن المعنى الأولى المصدق يعني اللي يعطي صدقة، يدفع صدقة. معنيين، إذا شدتين معناه يدفع صدقة، إلى شدة واحدة مصدق يا ضد التكذيب، يعني يصدق كلام الله، يقول كلام إلهي كلامك صدق. زين، خلي أولا نتكلم عن الشدتين فنقرأها إن المصدقين، وهو الأولى بدليل الجملة اللي وراها وأقرضوا الله قرضا حسنا. أقرضوا الله يعني هاي الإعطاء القرض لله، هذا يتطابق مع مع إعطاء الصدقة. تمام يا أولاد؟ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله، يعني والذين أقرضوا الله قرضا حسنا. شبيهم ذولا؟ شبيهم؟ يقول يضاعف لهم. قبل كم ليلة أيضا قرينا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، نفس المعنى مضاعفة. أجران، أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. أما أجر الدنيا يضاعف لكم، الحب الواحد تصير 700 أحيانا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. المرة الدرهم الواحد يصير 10، أحيانا يصير 70، أحيانا 700، أحيانا 7000، أحيانا بما لا يحصى، ما له حساب، يضاعف لهم أي بالدنيا. وأما بالآخرة لهم أجر كريم. شنو الأجر الكريم بالآخرة؟ أسألكم إخواني، الأجر الكريم بالآخرة شنو هو؟ الجنة طبعا. الجنة مو أجر كريم؟ أكو أكرم من الجنة؟ هذا لمن يتصدق. ما دام وصلنا إلى صدقة، اسمحوا لي شوية أن نتكلم حول الموضوع. صلوا على محمد وآل محمد. عندنا في الحديث أن أرض القيامة نار. باكر لما نطلع من القبور لازم نوقف على نار، حذاء ما عندنا، لجينا حافية، عندنا طاقة نوقف على النار. يقول أرض القيامة حاء نار، والمؤمن يستظل تحت صدقته. الصدقة مالتك اللي طيتها بالدنيا تصير لك ظل على راسك، والأرض تحت رجلك تكون أرضا طيبة باردة ما تحرق رجلك. هاي واحدة. ثانيا الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هاي آية اللي في الزكاة، 8 أصناف الله يعددهم التطيعهم صدقة. وللصدقة عندنا رواية، لو انتقلت الصدقة من يد إلى يد إلى يد إلى 100 يد، 100 يد، كل هذول 100 لهم أجر صاحب الصدقة. عرفتوا رواية عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرتك مثلا جالس في بلدتك في بيتك ما تعرف فقير، اطلع الصدقة من جيبك تعطيها لزيد، زيد أيضا ما وجد يعطيها لعمر، العمر إلى، وهكذا تنتقل من يد إلى يد إلى 100 يد. كل هؤلاء الذين وسائط يوصلون الصدقة، كل هؤلاء يحصلون نفس الأجر والثواب لصاحب الصدقة. بعد من بركات الصدقة، الصدقة أحيانا تضاعف مثل ما قلنا، يضاعف لهم، ومرة تبطل. شلون تبطل الصدقة؟
الآية حافظها، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، بعد شنو؟ لا تبطلوا صدقاتكم بيش؟ بالمن والأذى. تعرفون من تخلي منه؟ حتى لو أعطيت مليار دينار، ملايين، لا تخلي منه عليه. لا تقول له ما أنا، أنت كنت ميت، كنت هالكون، أنا اللي أصوت أنا. هاي كلمة أنا احذفها أصلا من قاموسك. لا تقول أنا. نعم، مرة تقول اطيت من باب، وأما بنعمة ربك عدد. قل الله أنعم علي، هذا من فضل ربي مو أنا. أنا ما لي أصلا ذرة فضل. إذا فد واحد قال لك إلك فضل، قول لا لا فضل، أنا أصلا ذرة فضل، أنا ما عندي. هذا من فضل ربي، الله تفضل علي وفقني. ومن نعم الله، أنا لولا فضل ربي أنا بخيل، ما بي فايدة، فلس ما يطلع مني. هالشكل قول حتى أجرك وثوابك إن المصدقين والمصدقات، هذا معناته. فلذلك يا إخواني، ثم هذه غير المضاعف، أكو ثواب آخر الله ما ذكر بالقرآن، وهو شنو؟ وهو الصدقة تدفع البلاء، تدفع البلاء. البلاء، إن الصدقة تدفع البلاء. وقد أبرم إبراما، عندنا حديث يعني بهالمعنى إخواني. هاي الأحاديث لا تنسوها، ها خلوها ببالكم، مو تسمعنا منا تعديها منا، احفظوها احفظوها مثل ما تحفظ سورة الحمد. إن الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما، كما أنه نفس المعنى إن الدعاء يدفع البلاء وقد أبرم إبراما. أما صدقة، أقول لكم فكم قصة، وصلوا على محمد وآل محمد. مر نبي الله عيسى عليه السلام هو وأصحابه على بيت، سمع من بالليل، سمع من هذا البيت صوت الغناء، قال شكو دول على شنو دا يغنون؟ قالوا يا نبي الله دول عندهم عرس، عندهم عرس. طبعا احيانا بعض العلماء يغنون الغناء بالعرس جائز. قال ها عندهم عرس، ترى هذا العريس راح يموت هالليله. واحد من اصحاب عيسى كان يعرف العريس، صديقه، وبما ان عيسى نبي الله بعد نزل عليه الوحي، اصبح الصبح قال هذا صديقي، خلي اروح اشيع جنازته. جاء من اول الصباح، جلس باب بيت العريس على اساس يطلعون جنازته، على اساس يسمع مثلا مثل ما بالليل سمع حس الغنى، الصبح يسمع حس البكاء والصراخ والعويل. شاف لا ماكو شيء، لا صراخ لا عويل لا بكاء. زين طلعت الشمس ماكو شيء، بعد الشمس بساعة، بعد مدة شاف انفتح الباب، طلع العريس ما شاء الله لابس ملابس حلوة كذا، قام سلم عليه، وبعد ما قال ليش ما متت، راح ركض إلى عيسى بن مريم عليه السلام، قال يا نبي الله أنت خبرتنا هذا العريس راح يموت. قال شنو ما مات؟ قال لا والله ما مات. قال لا أنا شفته بعيني، سلمت عليه وصافحته وباركت له بالعرس. قال ها روح اسأله، قل له البارحة شنو سويته من عمل خير، ماذا عملت من عمل صالح دفع عنكم البلاء. وبعدين لما يقول لك ماذا عملت من خلي الفراش اللي نامه والعروس والعريس يبخرون الفراش، شو ماذا يشوفون تحت الفراش؟ راح سأله سلام عليكم، قال البارحة مضافا إلى العرس شو عملتوا من عمل خير؟ قال الواقع احنا كان عندنا وليمة، اطعام،
اجوا الناس اكلوا وتعشوا وراحوا، ما بقى من الاكل شيء. بعدما راح الضيوف والاكل خلص، اجت حرمة تدق الباب تقول احنا من جيرانكم، انا حرمة ارملة عندي يتامى واشتمينا ريحة الاكل، فاذا عندكم باقي شيء من الاكل اعطوني اودي الى اطفالي. تقول انا شفت اكل بعد ما عندنا، لكن عندنا مؤونة ذخيرة مال بيتنا حتى ناكل منها. شرت الكيس كله، كيس الطحين والاكل اللي باقي اعطيته للمرأة. قال زين روح شيل فراشك. راحوا شالوا فراشهم، شافوا فد افعى خطره، افعى خطره مطوقه تحت الفراش، كانت ماموره بقتل العريس او عروس والعريس اثنيناتهم. قال هاي دفعه البلاء، هاي دفعه البلاء، هاي وحده من القصص العجيبه اللي انا شخصيا ادركتها. احنا سنين كنا في امريكا، وأصدق أحد أصدقائنا اسمه طه السبع، الدكتور هذا أستاذ بالجامعة، أخوه اسمه ياسين السبع. أيام اللي كان في العراق حصار الاقتصادي وأهل العراق جوعانين وكل شيء أسعار غالية والناس كثير منهم يموتون جوع، بالأوائل التسعينات بعد بالواحد التسعين أهل العراق يذكرون بعد، ما ذكرون أنتم؟ هذا ياسين السبع إجا من الأردن، رجل متمكن، جابوا يفد 40,000 50,000 دولار، ذاك اليوم الدولار يسوى. قام يوزع، هذا البيت 10 دولارات، هذا 20، هذا 50، هذا 100، هذا 150، وزع عدد كثير على الناس اللي كانت حالتهم المادية تعبانة. صار المغرب، اجى الى بغداد، اخو فندق من افخم فنادق بغداد اسمه فندق الرشيد اذا سامعين، راح حجز له غرفة، تسمعني، الطابق العاشر حجز له غرفة يريد يبات. بهالاثناء جاءه صديق من اقاربه، قال له حج ياسين اكو هنا في بغداد محله كلهم فقراء اقاربه كذا كذا، تعال وزع عليهم. قال انا الان تعبان من الصبح. قال ارجوك، صحيح انت تعبان، لكن هذول جواع عشاء ما عندهم. على كل حال نزل بالاسانسير بالمصعد الكهربائي، نزل من الطابق العاشر إلى الطابق الأرضي يريد يسلم المفتاح إلى أبو الفندق. تسمعني، بهالأثناء أكو بارجة حربية في البحر الأحمر، ما أدري وقتها تذكرون ولا، البارجة الحربية في البحر الأحمر أطلقوا صاروخ، هذا الصاروخ إجى صلالة من البحر الأحمر من البارجة الأمريكية، اجا ضرب الطابق العاشر ونفس الغرفة اللي هذا صاحبنا بها. تسمعني، يقول البناية اهتزت، واجوا رجال الامن، امن صدام، امن البعثيين، اجوا طوقوا البناية، وهذا حج ياسين اراد ان يصعد، ما خلوه. راح ساعة ساعتين، وزع أيضا على ناس فقراء في بغداد. لما رجع شاف لا كل شيء رايحين، صعد فوق شاف سبحان الله هذا الصاروخ جاي على السرير اللي هو ينام عليه، السرير صاير فحم، تلفزيون عنده صاير فحم، ساعة اليدوية مالته ناسيها، ساعة محروقة، والله دفع عنه البلاء. شوف هذا أثر صدقات إن المصدقين والمصدقات. قصة أخرى هم أدوقكم، صلوا على محمد وآل محمد. أقول من هالقصص كثيرة، أنا عتما
أنا على يقين أن كل واحد منكم عنده تجارب من هالقبيل من حياته. سنين إحنا كنا بالكويت، سكننا بالكويت، عندنا صديق افتكرت توفى الله يرحمه، سمونا حج إسماعيل جزاف، هذا تاجر سمك. بس هذا الرجل كل يوم كان يصلي صلاة، يحضر صلاة الجماعة، ما بين الصفوف يفتر، يشيل ثوبه يقول من مال الله العباد الله، مال الله عباد الله. الناس يدبون فلوس بثوبه يوزع على الفقراء، كل يوم أنا أشوفه بعيني يساعد الفقراء، هذا الفقير هذا الفقير هذا الفقير. يوم من الأيام كان يسوق سيارته، عنده سيارة أمريكية فخمة، إجا يعبر الشارع، إجت سيارة شاحنة قوية، إجت ضربة سيارته قسمتها بالنص، سيارة صارت نصين، الشاسي مال السيارة صار نصفين. لكن سبحان الله هو ما صار بيش، احنا رحنا زرناه بالبيت، قلت له حج اسماعيل تدري الله نجاك بأعجوبة، الله نجاك بأعجوبة من هاي الصدقة اللي تتصدقها، هاي أعمال الخيرية. لذلك يا إخواني يا زوار الحسين، يا أهل كربلاء، يا أهل نجف، يا أهل الكويت، يا أهل الأحساء والقطيف والبحرين وكل البلاد، اعملوا دائما دائما اعملوا بخير، ادفعوا الصدقات ولو درهم واحد، ولو رغيف من الخبز، ولو إشباع بطن جائعة. فتشوا عن الفقراء، عن الأيتام، عن الأرامل، أحيانا هم ما يجوكم أنتوا روحوا لهم، إذا مو في هذا البلد في بلادكم، في بلادكم روحوا على الفقراء وزعوا عليهم، أشبعوا البطون الجائعة، ساهموا في علاج المرضى، اشتروا لهم دواء، هاي الصدقات تدفع البلاء. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. بعد قصة ثانية أدوخكم، وصلوا على محمد وآل محمد. شوف هاي الصدقات شو تسوي. رجل وامرأة، الرجل الله منعم عليه ولكنه بخيل، والفقير اللي يجي يطرده ويسبه ويكسر قلبه. يوم من الأيام هذا الرجل قاعد ويا زوجته، عندهم دجاجة، الدجاجة مطبوخة داخلها حشو، جوز، لوز، كذا كذا. إجاهم فقير وقت الأكل، مديده قال مال الله عباد الله، قال ابتلينا وياكم أنتوا الفقراء، أنتوا المقادي، روح كذا كذا منك. طرده ما أعطاه شيء. وهذا الفقير صدق كان فقير حقيقة، فقير جوعان محتاج، راح مسكين مطرود وجوعان كسر خاطره. بعد هاي القضية مباشرة الدنيا أدبرت على هذا الرجل، خسر تجارته، كان صايغ ذهب، ذهباته راحت، دكانه راح، ثروته، بيته، بحيث اضطر أن يطلق مرته بعد ما عنده خبز يعيش مرته. انتبهين، المرأة أيضا أخذت عدة مدة وزوجت رجل آخر، إجاها نصيب وتزوجت رجل آخر. مع هذا الرجل الآخر قاعدة في يوم تتغدى، وعندهم أيضا دجاج محشي وداخله كذا وجوز ولوز، و إجاهم فقير دق الباب. زوجها الثاني كان كريم، قال إحنا بفضل الله عدنا كل يوم نأكل، لعل هذا الفقير صاحب عائلة، هذا وين ومن حصل دجاج، أخذ الدجاج وكله ودي لي، شالت الدجاجة وخبزة وكذا
نزلت من وراء الباب، أعطت هاي الدجاجة للفقير، صعدت فوق، زوجها شافها تبكي، قال لها خيرا ليش تبكي؟ قالت ما أخو لا ليش تبكين؟ كلما تريد تمتنع هو يلح عليها. قالت هذا الفقير كان يوم ما زوجي أنا وياه كنا قاعدين ناكل، لكن كان بخيل وأخلاقه نحسة. جاءنا سائل فقير مسكين أراد من عندنا فرد شيء، بدل ما يعطيه قام يسبه وكذا. بعد هاي القضية نزلت أموره، نزلت إلى أن طلقني وأنت صرت من نصيبي. قال عرفت ذاك الفقير المطرود منه؟ قالت له قال أنا ذاك البطل المطرود. معني؟ قال أنا اللي إجيتكم طردتوني. هذا أعمال الخير عمل الشر. فيا إخواني لا تطرد أحد، حتى لو جاءك الفقيه، حتى لو جاءك سائل على فرس، وإذا هم ما عندك أقلها جاوب جواب بلسان طيب، لتخسر خاطر الفقير لا تسبه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل بعد شنو فلا يعني شنو فلا تنهار، لا تتعارك وياه. نعم، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يعني كل ما تسوي من عمل خير قول هذا مو مني، أنا شنو؟ أنا لا شيء، أنا تحت الصفر، كل من الله. وما بكم من نعمة فمن الله. نعم إخواني، نعم أخواتي، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله، يعني الذين أقرضوا الله قرضا حسنا. منو كان قبل 4-5 أيام ذكرنا معنى القرض الحسن؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قلنا الفقهاء يذكرون للقرض الحسن كم شرط؟ 10، عددناها 10. إذا قرضا حسنا يعني تعطي للفقير 10 شروط. هسه أنا نسيت أذكر بعضها. أولا شرط الأول أن يكون من مال الحلال، من مال الحرام هذا محسن هذا. ثانيا يكون من أطيب الأموال اللي عندك، يعني إذا أجاك فقير باب البيت عندك خبز جديد مال ذاك اليوم وعندك خبز بايت، وصولا قرض الحسن لازم من ياهو تعطي للفقير. خبز البايت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مو تخلي الأكل البايت للفقير وانت تأكل الأكل الطيبة. الشرط الثالث أن يكون أنت هذا الشيء تحبه، يعني تحبه. يقول سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومن شرط الرابع أن يكون نظرك خالصا لله مو للرياء، مو تقول يا ناس سمعوني أنا أنطي، لا، إنما نطعمكم لوجه الله. شنو معنى لوجه الله؟ وراها يقول لك شنو معنى لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا لوجه الله. وبعد شروط أخرى، هذا الذي يعطي إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله، يعني الذين أقرضوا الله قرضا حسنا بالدنيا يضاعف لهم وفي الآخرة لهم أجر كريم. أجر كريم الجنة، الجنة الله يكرم أهلها بها، يعني أهل الجنة الله يجعلنا وإياكم بحق محمد وآل محمد، بحق الحسين، الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. إذا دخلت الجنة إن شاء الله
ذاك الوقت تشعر بالكرامة، تدري أن الله أكرمكم. قل أنا عزيز كريم، الله أكرمني بالجنة، بعكس الذي يدخل النار الله يخزيه ويذله. أهل النار الله يذلهم، أهل الجنة الله يكرمهم. اسألوا الله الجنة. نعم، تعالوا الآية اللي وراها، والذين آمنوا بالله ورسله إيش بيهم؟ أنا وزعنا قرآن حتى لما أقول لكم تجاوبوني. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، بعد والشهداء عند من؟ عند ربهم، لهم أجرهم ونورهم. يعني الصديقون أجرهم إيش قد؟ نورهم إيش قد؟ الأجر والنور اللي الله يطيع للصديقين وللشهداء يطيع لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله. أنتوا يا الله، أنتوا إن شاء الله آمنتم بالله تمام يا لا؟ آمنتم برسول الله؟ نعم. إذن أنتم الصديقون، أنتم الشهداء. جاء رجل اسمه منهال القصاب، منهال شغل قصاب، اجى الى الامام الباقر عليه السلام. اسمع هاي الروايه حلوه. اجى الى الامام الصادق عليه السلام، قال لي يا ابن رسول الله اسال الله تعالى ان يرزقني الشهاده. قال له صحيح ادعو لك، لكن انت شهيد، حتى لو ما ادعو لك انت شهيد وانت صديق. قال كيف انا شهيد؟ الامام قرا له هاي الايه، هاي الآية. قال أنت ممن آمن بالله ورسوله؟ قال إيه؟ قال الله يقول الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء. أيضا مرة أخرى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال من مات على هذا الأمر، هذا الأمر يعني شنو يا إخواني؟ شنو معنى هذا الأمر؟ يعني على ولاية أهل البيت، اللي يموت على هذا البيت، على أهل ولاية أهل البيت مات شهيدا. أكو آية صديقة سأتكلم عن الصديق شوية. مات شهيدا، قال ولو مات على فراشه، قال ولو مات على فراشه. بعدين قال من مات على هذا الأمر. إخواني أخواتي، ترى هاي الأحاديث مهمها، والله مهمة. قال من مات على هذا الأمر كان كمن قاتل بسيفه بين يدي القائم عزل الله تعالى فرجه. بعد ما خلص ثم قال كمن قاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خلص، قال والله هو كمن استشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد إخواني أكبر من هاي النعمة اشتذن بعد، ها اشكر الله على هالنعمة، اسأل الله أنه لا يسلبكم هاي النعمة، اسأل الله أنه هاي نعمة الإيمان، نعمة ولاية آل البيت لا تنوخذ من عندكم. وهذا المعنى موجود حتى في روايات السنة، في روايات أشد علماء السنة تعصبا ابن حجر المكي. ابن حجر المكي عنده كتاب اسمه الصواعق المحرقة في الرد على الرفضة الزندقة، احنا يسمينا زندقة، يسمينا رفضة. هاي الرواية يذكرها في كتابه، يقول من مات على ولاية آل محمد مات شهيدا، من مات على ولاية آل محمد دخل الجنة، من مات على ولاية آل محمد مات مغفورا له. عشرة. من مات على ولاية آل محمد استقبلته الملائكة بالسلام. من مات عشر مزايا كل من مات على ولاية آل محمد. اسألوا الله يا إخواني، ما دام أنتم عند الحسين قاعدين هنا ينضريحة، اسألوا الله أن يحييكم ويميتكم على ولاية آل محمد صلى الله عليه أجمعين. زين، خلينا نتمم الآية. أول يقول أولئك هم الصديقون،
من هم الصديقون؟ خاف أدوقكم بهالحكي هذا. إلكم خلق أقول لكم من هم الصديقون؟ خاف نعست وتعبت. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. صديق درجة عالية، درجة عالية. ما يعجبك تكون مع درجة إبراهيم الخليل مع النبي إدريس؟ بعدين الله يذكر مريم أم المسيح، يقول وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. بعدين هذين الآيات لا تنسوها، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع كلمة مع، تعرف معنى مع؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين بعد والصديقين بعد والشهداء بعد والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وين قاعد؟ هاي النعمة اسأل الله تعالى أن لا يسلب هاي النعمة، يزيد هاي النعمة. فإذن الصديق، من هو الصديق؟ الصديق أولا مبالغة في الصدق، يعني كثير الصدق، يعني كلامه صدق، قلبه صادق، نيته صادقة، حركاته، قيامه، قعوده، رضاه، غضبه، كل صدق. الله سبحانه وتعالى يذكر الصدق في القرآن. حبيبي هذين لا تنسوا هنا، يقول يوم القيامة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تقرأ في زيارة عاشوراء، تقرأ في زيارة عاشوراء لما تخلص اللعن والسلام تسجد، ايش تقرأ؟ واجعل لي قدم صدق. إذن الصديق من كان قدمه قدم صدق، مقعده مقعد صدق، لسانه صدق، قلبه صدق، هذا يسمونه شنو؟ صديق. صديق. بعد أقول يا لا، لكن الذي قضى نص عمره بالشرك بالله، أكثر من نص عمره كان يعبد الصنم، هذا يصح أن يسمى صديق؟ عرفتوا يا لا؟ هاي صديق هذا؟ خلص نص عمره كان قضى بالشرك بعبادة الأصنام. إذن بعدين الصديق له أحكام خاصة. إذا مات الصديق الصديق لا يغسله ولا يكفنه ولا يدفنه إلا الصديق. تدرون قصة سلمان؟ سلمان من اللي غسله؟ أسألكم يا إخواني، سلمان ما كان نبيا ولا كان معصوما، كان صديقا. سلمان يموت بالمدائن جنوب بغداد. إيش قد كانوا مؤمنين موجودين، ولا واحد منهم عند اللياقة أن يغسل سلمان. اللي غسل منه علي بن أبي طالب. وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا. بعد التعزية بالأخير، يوم اللي حضر بنو أسد لدفن الشهداء، الشهداء دفنوه. من وصل الدور إلى الحسين عليه السلام قالوا يا ابن رسول الله، قالوا زينا أفلا نعينك يا ابن رسول الله؟ قال إن معي من يعينني. أنتوا لا تمدوا يديكم، الحسين لا تمدوا يديكم عليه. ليش؟ الصديق لا يدفنه إلا الصديق. اثنين،
بعدين كملوا الدفن، قال روحوا شوفوا بعد اكو جسد، قالوا لا خلصنا، قال لا اكو بعد، روحوا دوروا. راحوا من هنا الى نهر العلقمي، اجوا وركض قالوا يا ابن رسول الله راينا على العلقمي جسدا بطلا ممدودا على العلقمي، بطل. قال ذاك عمي ابو الفضل العباس. قال ليش ما جبتوه؟ فشان جبتوه؟ قالوا ما قدرنا. ليش؟ قالوا كلما رفعنا منه جانب سقط منه جانب. فأقبل مولانا زين العابدين، ولذلك تقرأ في زيارته أشهد أنك الصديق المواسي. كلمات الأئمة إلها قيمة. زين العابدين ما خلى أحد يمد إيده عليه. أبو الفضل عاش صديقا ومات صديقا. هذا أبو الفضل، هذا الحسين. وقفت عليه أخته زينب نادت يا قوم يا قوم أما فيكم مسلم يدفن هذا الجسد السليم؟ ألا وهل أحد يواري هذا البدن التليم؟ يا جدي مات، نفسي بعد ما يساعد، أريد أنتم تساعدوني بنياحكم بعبراتكم. يا جدي مات، ما حد مدد إيديه. يا جدي مات، ما حد مدد إيديه ولا واحد. يا جدي عدل رجليه، يعالج بالشميس، ما حد قرب ليه، يحط الاضلال يا جدي من الحار. ويلاه يا خويا عقب صاويبك يرضوك، ولا راعوا لعد جدك ولا ابوك. خويا شنت حرزي وتحت الخيل داسوك، نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا غياث المستغيثين. إلهنا فك رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اشف بهم مرضانا وداوي جرحانا وارحم موتانا، تقبل أعمالنا. إلهنا بحق مولانا الحسين المظلوم، فرج هم المهمومين، اكشف غم المغمومين، اقضي حاجات المحتاجين، ادخل السرور على قلوب المحزونين. اللهم فك كل اسير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم رد كل غريب، لا سيما زوار قبر ابي عبد الله الحسين، ردهم جميعا سالمين مغفورين مرحومين. قوموا اخواني واخواتي ارفعوا اصواتكم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.